لأن فضيلة الشيخ سنتحدث عن هذا الموضوع بالذات، من خلق هذه الأعراف في المجتمع الجزائري؟ فللفكر الاستعماري يعني تركه ولا يتحمل مسؤوليته يعني، نعم، ولا حتى الدين الإسلامي، فمن خلق هذه الأعراف؟ الناس هي التي اخترعت هذه الأعراف. البدعة لم تنزل من السماء، وإنما الناس ابتدعوها، ابتدعوا بدع وبعد حصلوا بها، كما فكرة أن عيب الزواج من المطلقة أو عيب الزواج ممن تكبره سنا الناس، ولا لا لا، عيب نزوج الصغيرة قبل الكبيرة. الناس يخطبوا الصغيرة ما يمدوهاش، يقول لك حتى تزوج الكبيرة، ومن بعد ما تزوج لا الكبيرة ولا الصغيرة. هذه الأعراف المبتدعة الناس ابتدعوها، الهوى يا أخي، ربي حذر من الهوى. الناس ابتدعوها ومن بعد حصلوا بها. ولو اقتصرت هذه الأعراف الخاطئة على موضوع الزواج لعل الأمر يهون. هناك أكثر، كاين اعتقادات أخرى، كاين أعراف في العقائد. إنسان يتروح الآن تزور القبر تاع باباها ودير له الحنة. أنا العروسة الآن في بعض الجهات من الوطن والله ما تروح عروسة حتى تطوف بالقبر، لأن في بالها لو ما تطوفش بالقبر توقع لها مصيبة ولا ما تولدش. راهي أعراف وبدع وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. الناس اخترعوها ثم الاستعمار شجعها. احنا نقول الاستعمار سكت عنها، الاستعمار لم يسكت عنها، وانما الاستعمار كان ذكي لانه يعلم ان الشعب اللي تسيطر عليه الخرافه والبدعه هذا هو الشعب الذي يسهل يعني السيطره عليه لانه لا يملك عقله. الاستعمار شجعها واضاف اشياء اليها. كاين تقاليد ورثناها عن الدوله العبيديه الشيعيه. الان كاين جهات في الوطن الله يغفرنا ويتوب الينا، الحشره يعيط لها عائشه، عيشة عويشة معروفة، حشرة. شكون عيشة عويشة؟ شكون هي العقيدة اللي تحارب أمنا عائشة؟ ولا بشارة خير يعني كما يقول. والله يرضى عليك، يعني كاين ورثنا على العقيدة العبيدية، على التنصير، على الاستعمار. كاين بدع بقات من عهد الجاهلية قبل دخول الإسلام إلى الجزائر. ولذلك الدعاة إلى الله والأئمة عندهم خدمة في هذا البلد. عندنا وش نخدمه؟ أنا وجدت شيخ كبير لا يعلم ان سيدنا علي بن ابي طالب مات. كنت ندير درس في الجامع ومن بعد قلت باللي سيدنا علي بن ابي طالب، حكيت الوفاه تاعو، ناض قال لي والله، قال لي اول مره نعرف باللي سيدنا علي بن ابي طالب مات. قال لي لاني انا كنت، قالوا لي كي كنت صغير باللي راهو حي، رفعوا ربي للسماء، كي تصب الشتاء ويبكي، وكي يجي الربيع وراه فرحان. هكذا انسان جزائري يعتقد هذا. فهذه فكره ان عيب الزواج من المطلقه هذه موجودة ومترسخة في المجتمع. له لأنهم يعتقدوا أصلا أن كل مطلقة فاجرة وفاسقة، لأنهم يحملوا المرأة مسؤولية الطلاق. يعني بالنسبة إليهم الراجل ما يغلطش، مستحيل. ما دام مطلقة معناتها هي فيها وفيها وفيها. ونزيد نقول لك شكون يدير هذه العقيدة؟ هم النساء. لعل الراجل تصيبه أرحم على المرأة من يمه وخته وعمته وخالته وهكذا. فهذه بدع صنعها الناس، لابد ان نحذر منها. طيب سنتحدث مع انه شان ديني بعد قليل. سيدتي الفاضله، هل يمكن القول او الجزم ان هذه النظره المشتركه بين كل الشعوب العربيه وراءها تفكير ونظره واحده في هذا الموضوع؟ اولا هذه البدع وهذه الخرافات، يعني نقولوها خرافات، نعم، هي يعني تهدم أكثر ما تبني. عندما نتكلم عن المرأة المطلقة خصوصا، المرأة المطلقة في عهد الجاهلية عفوا دفنت وهي حية، يعني الآن تدفن في الاستنكار، تدفن بالحرمان، تدفن بالنكران. يعني نشوفوا أن الجزائر كانت ولا زالت فيها هذه البدع الخاطئة، لا زالت فيها هذه الأفكار الهدامة لبنية المجتمع، الهدامة للأسرة الجزائرية. عندما نشوف أن المرأة المطلقة كما ذكر شيخنا يعني توصف بأبشع الصفات،
يعني هي منبوذة من طرف الأسرة، منبوذة من طرف المحيطين، يعني هي فقط التي أخطأت في تفكك الأسرة، رغم أن الرجل هو مشارك يعني الأسرة أو الحياة الزوجية تبنى على الطرفين، لكن في حال ما حدث طلاق يعني نحن ندري أن الطلاق من بين مسبباته يقال أنه غالبا هي المرأة حسب الدراسات السوسيولوجية، أن المرأة لديها يعني جزء كبير في سبب يعني هي اللي كانت سبب في طلاق، لكن كذلك هنالك أسر تفككت بسبب الرجل. إذا لا يجب أن نلوم الرجل فقط، يجب أن نعرف مسببات هذا الطلاق، يعني حسب وضعية الأسرة، حسب وضعية المرأة، أحيانا المرأة تعنف، أحيانا المرأة تعيش حياة تعيسة لا تستطيع أن تكملها مع الزوج، وبالتالي تفضل أن تخلع زوجها أو تتطلق بالطريقة. هنالك كذلك نسوة من يتطلقنا يعني من طرف الرجل، تطلق الطلاق عفوا تعسفي، يعني طلقها الرجل بدون أي ذنب، سواء لم تجي يعني لم تنجب أبناء، يعني ممكن أنها هذا الرجل فكر أن يرتبط بفتاة صغيرة لحقت سن معينة يرى أن جمالها راح كما نقولوا. طيب. إحنا سيدة حارش، ربما سؤال اللي يطرح نفسه، لماذا هذا ربما العرف المتوارث في المناخ العربي، يعني في الدول العربية فقط، علاش في أوروبا امرأة مطلقة تعود حياتها وديرها عادي جدا، يعني حياة متواصلة، أما في الجزائر فأنها مقهورة؟ هذا العرف احنا اللي خلقناه نفسنا، العادات والتقاليد والأطر الثقافية المعروفة في المجتمع الجزائري، احنا خلقنا هذه الأعراف الخاطئة، احنا خلقنا هذه البدع، احنا درناها نفسنا. لماذا؟ لأنه من منظورنا أنه هذه هي اللي تخدم الأسرة، يعني برمجنا نفسنا على أن المرأة المطلقة هي عالة، برمجنا نفسنا أن المرأة المطلقة حتى كما ذكر شيخنا قال لك أن العديد من النسوة هن اللواتي يساهمن في تحطيم المرأة المطلقة، تقول لك تبرر أنه هذه المرأة المطلقة ممكن أنها تهدد حياتي الأسرية، ممكن أنها تقدر تبحث على زوجي، هذه المرأة المطلقة يقول لك عادة ما تكون زوجة ثانية، يعني برمجوا نفسهم شيخنا على أنه هذه المرأة المطلقة هي شاذة. حتى في الدول العربية لأجيب يعني جواب صريح، الدول العربية يعني نقول إحنا أنه العادات والتقاليد بريئة من هذه البدع، أصبحنا نهتم بأمور يعني حتى الدول الأوروبية وكما ذكر شيخنا حتى الاستعمار يعني بطريقة غير مباشرة رسخ هذه الأفكار، يعني نقعد جاهلين، نبتعد عن التكنولوجيا، نبتعد عن كل ما هو إيجابي لتنمية هذا الوطن، ونهتم فقط بهذه الأمور اللي هي بدع خاطئة. نعم، حبيت النبه فقط أن هذه العادة هي استشرت في الأزمنة المتأخرة، يعني ليست عادة عربية، السلف الصالح كانوا يتزوجون بالمطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بالمطلقة، وكان أحب النساء إلى السلف الصالح شكون؟ الأرملة، خاصة إذا كانت زوجة شهيد، يعني أرملة من شهيد كانوا يفضلوها حتى على البكر. محسوباً يحب نقول أن هذا ما يوجد عندنا، ما نش حتى وقتين عن الأجداد، يعني أنا نقول لكم الزواج موجود، ورسول الله تزوج من الصغيرة والكبيرة والمطلقة والأرملة باش يعلمنا، لأنه هو القدوة، يعني من كان مقتديا فليقتدي برسول الله وبالسلف الصالح. كاين بدع ماهيش موجوده الا عندنا. نقول لك حاجه، انا درست حياه حوالي 1800 صحابي، ما صبت صحابي واحد دار 13 طفل، ما كاش كنت تشوف ولاد ابو بكر وعمر وعثمان، مع انه كان عنده 4 نساء، الصبي خلى زوج، خلى 3، خلى 4، خلى 1. كاين اشياء تقاليد عندنا تكاد تكون عشائريه، مايد ان الجيريا، تكاد تكون تاعنا فقط، ايه. فلذلك انا نقول لك ان هذه بدع اخترعها الناس، تقاليد. لو كان تشوف تقاليد الزواج، يعني الرجل قبل ان يدخل بزوجته وشو عنده سلسله من البدع، المرأة العروس اذا ناضت بالكرسي تاعها البنات يتهاتفوا شكون تقعد في هذاك الكرسي، ولا شكون يلبس صباطها، على اساس ان لو تقعد في هذا الكرسي ستتزوج مباشره. ايه، اما العقد ديري 7 عقدات ورميهم في البحر راهي كوارث. طيب. لذا كان الجمعيات النسويه علاه ما استثمرتش في توعيه النساء وتعليمهن؟ سيبهم يهضرون غير على قانون اسره، قانون اسره، قانون اسره، وراوا الاستثمار في عقول النساء راهي بدع مكفره. راني نقول كاين بدع تخرج الإنسان أصلاً من الملة. طيب شيخ، في هذا الشق بالذات ألم يستطع الخطاب الديني منذ الاستقلال أن يغير هذا الفكر؟ وعندي جواب جميل إن شاء الله وسيعجبك. اللي دايماً يتسألوا على الخطاب الديني، هذه الآلاف المؤلفة من المطلقات لم يتزوجوا بفضل الخطاب الديني، لأن نقول الحقيقة كاين مطلقات لم يتزوجوا وهن سعيدات،
وكاين رجال طلقوا وعاودوا حياتهم وهم سعداء مع زوجاتهم الجديدة. وكاين مطلق طلق زوجته وتزوج بامرأة مطلقة، يعني ما كانش يحوس على البكا والصغيرة. كل هذا موجود. احنا نجوبك نتكلموا على الآفة، لأن الشيء الجميل لا داعي نتكلموا عليه لأنه جميل. نتكلموا على الآفة. صح كيما كاين نظرة واسعة في المجتمع لإدانة المطلقة، كاين نظرة كذلك كثيرة عند الرجال يبحثوا عن المرأة المطلقة، يقول لك لأنها أكثر تجربة ويعني تكون عرفت كيف تعامل الرجل وهكذا يعني. طيب معي عبر الهاتف المستشار القانوني لتلفزيون النهار عبد الحفيظ كورتال. أهلا بك سيدي. تحية شكر وتحية لضيوفك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. طيب كسؤال أول فقط، هل يتحدث القانون الجزائري عن حالات الطلاق مشروعة أو غير مشروعة كي نعامل المرأة بهكذا تعاملات؟ والله لا دخل للقانون في هذه الأفكار وفي هذه الأفكار البالية. يعني القانون يتحدث عن حالات الطلاق بمختلف الطرق، وهي حالات مذكورة في القانون، طلاق وتطليق وخلع والطلاق كثير من الأسباب. ولكن الأحكام القضائية بمجرد صدور طلاق ينسى الناس ما ورد فيها من أسباب ومن دوافع إلى طلب الطلاق. يعني القانون لا يمكن أن يتدخل إطلاقا في مثل هذه الأمور أو يتابع ما بعد الطلاق كيف يفكر الناس وكيف يتوارث الأجيال هذه الأفكار البالية. ولكن أيضا يعني أنا تابعت الشيخ شمس الدين أشهب كثيرا في هذا الموضوع بخطاب واقعي ومنطقي ويتقبله العقل، ولكن أنا لا أوافقه في شيء بسيط جدا فيما يتعلق بالخطاب الديني. يعني هذه حقيقة خلينا نقول أن المجتمعات العربية تشترك في نظرتها إلى هذا الموضوع من منطلق عقدة جنسية فقط. يعني هذه صراحة لابد أن تقال. هذه هي مشكلة الشعوب العربية ومشكلة المجتمعات العربية، يعني نظرتها إلى المرأة المطلقة هذا هو المبرر. طيب سؤال آخر فقط سيد كورتال، هل يمكن القول أن المجتمع الرجولي دائما ما يعلق إخفاقاته على المرأة؟ ممكن جدا، يعني هو نفس الفكر ونفس الطرح اللي قدمته لك الآن ينعكس على المجتمع باعتبار أن الرجل افتراضيا فقط يبدو بأن الرجل هو الذي يسيطر على الحياة في المجتمعات العربية. ولكن خليني نعطيك من زاوية أخرى، أن المرأة كلما تحدثنا عن اضطهادها، كلما تحدثنا عن هضم حقوقها، فهي بالمقابل تستغل الجمعيات النسوية هذا المجال للمطالبة بحقوق أكثر وبانتشارات أكثر. يعني وتبقى دائما المعادلة كأن الرجل عدو المرأة وليس شريكها. يعني دائما تطالب بتعرف بأن المضطهدين دائما يستغلون هذا الاضطهاد للمطالبة بتوسعات أكثر وبحقوق أكثر وبمجال أوسع، وهذه حقيقة. لذلك نظن بأن المشكلة راح باش تصلح لازم طلب منا عقود من الزمن، ليس في سنوات أو في 10 سنوات أو في 15 سنة. لأننا شوف من 1962 إلى اليوم ما قدرناش نغيره ولا شيء، ولو أننا غيرنا شيء بسيط جدا. ولكن أنا قلت لك عندما تتخلص المجتمعات العربية من عقدتها الجنسية سيستقيم كل شيء. طيب أبقى معي سيد كورتال فقط، ربما تنويه عندك شخص. حبيت النبه فقط أن العلماء حفاظا على المرأة المطلقة في الفقه الإسلامي عندنا في الفقه المالكي لا يجوز للرجل يحكي للناس وعلاه طلقها. شوف تصور حماية لها، لأن ما تراه وأنت عيب قد يعجب غيرك. نفترض إنسان طلق امرأة بسبب، ما يجوز له شرعا وقع الطلاق ما يروحش يحكي وعلاه طلقها باش يسود لها الصورة نتاعها، وبالتالي لا أحد يخطبها. حرام يسترها لا يحكي عليها باش يجي واحد أخر ويتزوجها وتبني حياتها من جديد. مسألة أخرى، مطالبة النساء بحقوقهن. أنا أحب النبه وما دبينا تفهموني، لو كانت هذه المسائل حقوق واحد ما يقدر يكون ضدهم، من حقها الطالب بحقوقها، المهم فقط أن يكون حقا. احنا وانا مختلفين هذه المسألة هل هي حق أو باطل. أما لو كان نتأكدوا بلي حق الواجب علينا شرعا قاع نكونوا معاهم، بس لما تجي تطالب بالحق في الإجهاض مثلا ومن بعد احنا نقولوا لا احنا انا ضد، لأن هذا يؤدي إلى قتل النفس البشرية، يقول لك هك ضد حقوق المرأة. يا أخي هيا بينا نتفقوا قبل، وهذاك حق ولا باطل. لما يطالبوا بالزواج المثالي وإحنا نجوا ضد، انظر هذا حق ضد حق المرأة.
لما يطالبوا بأشياء لا يقبلها عقل. أنا درت حوار عنده حوالي 20 سنة مع جمعية نسوية يطالبوا بحق الأب والأم في تغيير جنس المولود، يعني إذا زاد عنده طفل وهو وحب طفلة يديه يدلوا عملية جراحية يحولوا إلى بنت، قال لك وعند البلوغ الطفل هذاك يحب يولي الأصله يروح يدير عملية ولا يبقى بنت. فلما جيت ضدهم في هذا المنهج قال راك ضد حق من حقوق العائلة. احنا مشكلتنا ما ناش متفقين ما هو الحق ما هو الباطل. إذا تأكدنا بلي هذا حق من حقوق المرأة خلاص أنا متفقين أنه حق. المشكل لما يروحوا إلى الباطل ويصوروه في صورة الحق نولي للمرأة المطلقة. أولا لازم نفهموا بلي الناس ما يش تنطلق من منطلقات إسلامية. لو كان الناس يتنطلق من أخلاق وآداب إسلامية يتغير الوضع. الناس خلاوا الآداب والأخلاق الإسلامية وراحوا حكموا التقاليد حكموا الأفكار حكموا. الآن لو كان إنسان يتزوج بإمرأة كبيرة يخبي على يمه، لأن إذا صبت مشكل للمرأة في الجزائر ابحث عن المرأة ابحث عن المرأة. أني نقول لك أنا ما في نعقد زواجات. الشاب يقول لي الشيخ المرأة هذه كبيرة عليا بست سنين، يقول لي صحاني مخبي على يمه، ما يقولش مخبي على بابا يخبي على يمه. علاه؟ لأن حتى النساء عندنا ما ربيناهم تربية إسلامية يولي يشوفوا باللي عادي جدا أن يتزوج بمن تكبره سنا، بدليل هذاك الشاب لو كان يحلف فرنسا ويتليفوني لي ما بلا يتزوج بعجوزة تفرح، وليدي شاطة وليدي قافز وليدي دار الكوارت. علاه؟ لأن العجوزة في فرنسا جابت له وضعية اقتصادية، وفي الجزائر تكبره بست سنوات يحاربوها وتحلف له حتى تطلقها. أليس هذا واقع؟ لأننا خلينا الإسلام وروحنا حكمنا التقاليد. طيب سؤال لك سيدة من حريش، أليس من الأجدر اليوم أن المجتمع الجزائري والعائلة الجزائرية تحتضن المرأة عوض ربما ظلمها وسوء معاملتها؟ يعني من الأجدر أنها اللي فشلت في حياتها أنها يعودوا يجيبوها ويعودوا ينشطوها من أجل ربما تنجح حياتها في مجالات أخرى. أولا بلال قبل أن أجيب أضيف ما ذكره شيخنا الفاضل، في الحقيقة الدين الإسلامي حفظ للمرأة مكانتها وحقوقها، يعني حقوق المرأة المطالب بها موجودة في الدين الإسلامي، يعني لا جدال فيها. عندما نتكلم عن إدماج المرأة المطلقة في المجتمع، هذه المرأة المطلقة ليس بالعيب أنها تطلقت، بل الظروف هي التي كانت سبب في طلاقها. يعني هي امرأة لم يمنح لها الحظ أن تعيش حياة أسرية سعيدة بينها وبين زوجها، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، هل هي المرأة أم الرجل؟ أكيد يعني لنكون موضوعيين ولا نقصر سواء في حق الرجل أو حق المرأة، هنالك من المرأة هي التي تساهم كما ذكرت سالفا في تهديم أسرتها، هنالك من يكون الرجل هو السبب. نتكلم عن إدماج المرأة، يبدأ الإدماج بالأسرة، يعني أول شيء نمنح الفرصة لهذه الفتاة في الاندماج في الأسرة. إحنا بالعكس تصبح منبوذة، تراقب بطريقة غريبة وبشعة. إحنا نتكلم على الصورة النمطية. نعم، وللأسف الشديد نتيجة للجفاء العاطفي، نتيجة لاستنكار هذه المرأة، نتيجة لرفضها في المجتمع، أحيانا هنالك نسوة مطلقات من أخطأنا في حق أنفسهن وفي حق أسرهن. لكن هذه العينة أو هذه الحالات الشواذ لا يجب تعميمها على باقي النساء المطلقات. يعني هنا الخطأ، نعمم يعني فقط أخطأت امرأة مطلقة يصبح كل النساء المطلقات هن نساء فاجرات، هن نساء يمارسن يعني الأخطاء والرذيلة. هنا نتكلم عن الأسرة. الأسرة أول شيء نعرف أن المرأة المطلقة هي مرأة محبطة نفسيا، هي مدمرة عاطفيا، يجب وهنا يجب حمايتها بمنح العاطفة. يعني هنا نتكلم على أن نمنحها العاطفة، نمنحها الحنان، نمنحها الحماية، لأنها تشعر أنها ليست بمحمية، كانت تحت غطاء رجل والآن أصبحت مطلقة. هذا شيء. الشيء كذلك الأمر الثاني أن نمنح لها فرصة في الاندماج، سواء مثلا في تعلم صنعة معينة حرفة، كذلك أنها ممكن أن تمارس عمل يتناسب مع شهادتها، يعني هنا تشعر بأهميتها، تتعدى المرحلة الصعبة. إحنا أبدا في هذه الفترة الصعبة المرأة المطلقة يتحرش بها، عندما تذهب للبحث عن عمل يتحرش بها. ثانيا إذا يعني منحت لها فرصة أنها تتزوج بشاب تلقى الرفض كما ذكر شيخنا، الرفض من الأسرة. لماذا الأسرة؟ لو نبحث يعني عن السبب هو كلام الناس، قول الناس، يضحكوا علي الجيران، يضحكوا علي العائلة. يعني لا أبحث في سعادة هذا الابن. وصدقني يعني العديد من الشباب اتصلوا بي في صفحتي في الفيسبوك وعرضوا علي هذا المشكل، كان حتى في الصحراء
وينق الشاب قال لك انا يعني حبيت مراه كبيره عليا سنا ليست بالمطلقه والاسره يعني رفضت هذا الزواج الان اشعر بالاحباط الان يعني اشعر اني لا يمكن ان ابني اسره سعيده مع اي فتاه اخرى لماذا؟ لأنه قالت له الوالدة تاعو هذه تكبرك سنا. كذلك هنالك من الشباب من يرى في المرأة المطلقة مرأة لديها خبرة، يرى في أن المرأة المطلقة ممكن أنها تتفادى أخطائها التي ارتكبتها مع الزوج الأول. ونشوفه للأسف أنه هنالك نسوة مطلقات صغيرات جدا. إحنا راني حنقصر في حق بناتنا، نرسلهم للرذيلة، نرسلهم للضياع. يعني إحنا الدين تاعنا نتكلم عن حماية المرأة. شكرا أستاذة. نبه أن بعض البنات يخطبها إنسان ويعقدوا قبل الدخول، ما دخل بها ما والو، ثم ما يتفهموش يطلقوا في المحكمه فتحمل هي لقب مطلقه مدى الحياه وهي لم تتزوج اصلا. يعانينا بزاف ماوش مدخول بها، كل ما يخطبها انسان يقولوا له مطلقه، ولكن هذه البنت لم يدخل بها ولم يخلو بها ولم شيء. نعم. عندنا بضعه الاف من البنات في الجزائر يحملوا هذا اللقب، ثم عندنا المطلقه قانونا متزوجه شرعا، يطلقها في المحكمه تخرج وقت الطلاق، هذيك العشية يجيب إمام يردها لأنها طلقة واحدة، في الوثائق مطلقة، في الشريعة متزوجة. وعندنا العكس، المطلقة شرعا المتزوجة قانونا، يطلقها فيما بينه وبينها بالتلات وتروح عند باباها ولكن ما يروحوش للمحكمة. فكم من امرأة مطلقة قانونا متزوجة شرعا، وكم من امرأة مطلقة شرعا متزوجة قانونا، وكم من بنت مطلقة في الوثائق لم يدخل بها ولم يخلو بها أصلا. فمشكلة هذه راهي معقدة ومشكلة كبيرة. حبيت ننبه فقط، الشريعة الإسلامية علاش ما حرمتش على المرأة بعد ما تطلق تتزوج؟ ماهوش حرام. احنا لازم نحاسبوا الناس بالشرع، لازم النظرة تاعنا تكون نظرة شرعية. خلاص ربي لما أباح للمرأة المطلقة أنها تقدر تعاود تتزوج لأن الله رأى في ذلك حكمة ونعمة. الله لا يشرع لنا إلا الحكمة والنعمة. علاش نجو حنا نضاد الشريعة ونمنع ما أباحه الله؟ ولذلك على كل أم تمنع ولدها من أن يتزوج من امرأة مطلقة لازم تفهم اللي راهي تحارب ما أنزل الله. ربي أباح هذا، يعني لو حرمه الله قال خلاص هذه مسألة شرعية محرمة. طيب. ولكن ما دام أباحه الله فلا يجوز أن يحارب. طيب سؤال أخير فقط للمستشار القانوني عبد الحفيظ كورتال، أنت معي سيدي الفاضل. نعم نعم. سؤال أخير فقط لك يا سيد كورتال، كيف نخرج المجتمع بكافة أطيافه من هذا التفكير، يعني من هذه المعتقدات الخاطئة؟ والله إضافة فقط، يعني الأم التي لا تريد أن يتزوج ابنها بمطلقة، ماذا لو تقدم أحد لخطبة ابنتها المطلقة؟ يعني هي لا تمانع لما يتعلق الأمر بابنتها، ولكنها تمانع عندما هي في الأول والأخير هو تفكير أناني. ولكن صدقني الخوض في هذه المواضيع باستمرار هو الطريق الصحيح لصلاح المجتمع، وهذا كلام من الواقع، لأنه لن تستقيم السياسة ولا الاقتصاد ولا الرياضة ما دام المجتمع يعيش كل هذه الأفكار البالية ويعيش هذا التفكير الخاطئ ويعيش في ضياع، ما نقولكش في فوضى ولكن في ضياع. يعني هذا اليوم موضوع، غدا تستطيع أن تتناول موضوع آخر وبعد غد أيضا. كل هذه المواضيع المرتبطة بالمجتمع هي سبب هذا الضياع الذي تعيشه كثير من القطاعات، لأنه ضياع المجتمع هو ضياع في الاقتصاد والسياسة والرياضة وكل شيء. عندما نصلح أو نجعل من المفاهيم صحيحة كما يجب ونعامل بعضنا كما يجب سيصلح بعد ذلك كل شيء. يعني القضية ما هيش مسألة قانون، ولا في كل مرة نقول بأن العلاقات الإنسانية عمر القانون ما ينظمها وعمره ما يقدر ينظمها، لأنها تتعلق بمشاعر وبأحاسيس وبتفكير وكثير من الأمور. لذلك القانون في مثل هذه الأمور يبدو ضعيفا ويبدو ماهوش حل لكل هذه المعضلات. ولكن أنا أقول لك يعني مرة أخرى على الخطاب الديني أن يتجدد، نقول لك أن يتجدد، يعني لابد عليه أن يواكب الحياة اليومية. يعني جميل جدا أن نتحدث عن التاريخ عن 10 قرون وعن 14 قرن، ولكن أيضا جميل أيضا أن نتحدث عن الحياة اليومية للمواطنين وهي كثيرة، وهذا ما يتفق عليه الجميع. شكرا جزيلا لك سيد عبد الحفيظ كورتال، كنت معي عبر الهاتف. شكرا موصول أيضا لفضيلة الشيخ شمس الدين الجزائري، كنت معي أيضا. شكرا. وشكر أيضا موصول للسيدة أمينة حريش الأخصائية في الشؤون الاجتماعية. شكرا جزيلا لكما.